السلام عليكم. متوسطة الإكنان الأهلية صف الثالث متوسط. اليوم درسنا درس المسؤولية، درس واضح أن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته وعن أخلاقه وعن عمله، ومسؤول عن أهله ووطنه وعن مدرسته وعن حفاظه على نفسه. المسؤولية هي أن تقوم بالعمل المطلوب منك على أحسن صورة وأكمل وجه في الوقت المحدد المطلوب. تعريف المسؤولية هي أن تقوم بالعمل المطلوب منك على أحسن صورة وأكمل وجه في الوقت المحدد المطلوب. والمسؤولية هي شعور نبيل متوافر عند كل إنسان ملتزم أخلاقيا ووطنيا، إذ توجب علينا القيام بالعمل الشريف الذي نكلف به على أتم وجه. وفي ديننا الإسلامي العظيم كل إنسان هو مسؤول عن أعماله وحده، سواء كانت هذه الأعمال صغيرة نسبيا أو كبيرة، يسيرة أو شاقة، ولن يتحمل التقصير في أداء المسؤولية أي إنسان آخر كالأب أو الجد أو الأخ أو العم أو غيرهم. أي أن كل إنسان مسؤول عن نفسه في عمله وفي دراسته وفي حياته الشخصية سواء أو حياته العامة. أي أن الأب أو الجد أو الأخ أو العم غير مسؤولين عن شخصيتنا وغير مسؤولين عن عملنا الآخر. تتنوع المسؤولية في أكثر من اتجاه، فقد تكون مسؤولية فردية. هاي النوع الأول من أنواع المسؤولية هي أن تكون مسؤولية فردية، بمعنى أن فردا واحدا هو المسؤول عن نفسه وعما يصدر منها من أفعال وأقوال، وكذلك يكون مسؤولا عما تقوم به جوارحه. احنا أخذنا جوارحه أعضاء جسده، أي العينين واللسان والسمع والبصر واليد والقدم، هاي سميناها الجوارح. وتعد المسؤولية الفردية هي الأصل في الإسلام. الأصل في الإسلام الذي وجب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علينا الالتزام به هي المسؤولية الفردية، أي أن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته. وقد مثلها القرآن بقول الحق سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. سؤال وزاري إذا أجانا قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما نوع المسؤولية التي وجبها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة؟ سوف نقول له مسؤولية فردية. معناها مسؤولية فردية، أي أن كل إنسان مسؤول عن نفسه وعن عمله. فالفرد لوحده يكون مسؤولا أمام ربه جل وعلا، يحاسبه ويجزيه على أفعاله وأقواله. والفرد نفسه يكون مسؤولا على وفق مكانته ومنزلته في أسرته، سواء كان أبا أو أما، فضلا عن مسؤولية الأبناء جميعا. وإلى جانب ذلك تقع على الفرد مسؤولية اجتماعية عامة، مثل صلة الرحم وحسن التعامل مع الجار وأفراد المحلة وأبناء الوطن وأداء العمل الذي يكلف به. إذن المسؤولية نوعان، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. من المسؤولية، أنواع المسؤولية هي صلة الرحم وحسن التعامل مع الجار وأفراد المحلة وأبناء الوطن وأداء العمل الذي يكلف به. كذلك قسمة المسؤولية نوعان، هي مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. المسؤولية الفردية شرحنا عنها أنه يكون الفرد هو المسؤول عن نفسه، وأكد ذلك بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هي الأصل في الإسلام، وقوله تعالى في الآيتين الكريمتين. نبدأ بالمسؤولية الجماعية. المسؤولية الجماعية فهي منبثقة من المشاعر والأحاسيس المجتمعية، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحساس جمعي يتفق عليه المسلمون جميعا أو أبناء الأمة الواحدة. قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المسؤولية الجماعية هي منبثقة عن المشاعر والأحاسيس، فهي تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك اتفقت عليه أبناء الأمة الواحدة لقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد أكد نبينا الأكرم المسؤولية الجماعية بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع أي كلكم مسؤول عن نفسه
وعن رعيته، أي الأب مسؤول عن عائلته، والمدير مسؤول عن مدرسته، والمعلم مسؤول عن صفه، والطالب كذلك مسؤول عن صفه وعن كتبه وعن حقيبته وعن كذلك عن دراسته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أي أن عباد الله ليس فقط في نفسهم، إنما حتى في أوطانهم فهم مسؤولون عن الأرض التي هم فيها، والبهائم أي يقصد فيها الحيوانات الموجودة. إذن المسؤولية الجماعية هي تلك التي يقوم بها مختلف أفراد المجتمع دون استثناء، كل في نطاق عمله وتخصصه وأماكن وجوده. من أنواع أو صور المسؤوليات الجماعية: أولاً حفظ السلم الاجتماعي ونشر الأمن والمحافظة على الدماء والأعراض والأموال، فضلاً عن ضرورة التآلف والتآخي والتراحم ونبذ العصبية والفرقة والنعرات سواء كانت حزبية أو مذهبية أو مناطقية. فبناء الأوطان مسؤولية تحتاج إلى التعاون والتوافق في الأقل في الثوابت والأسس التي تحفظ الدين والأرض والإنسان، أي الدولة لا تقف على قدميها إذا لم يكن أبناء وطنها يد واحدة يحافظون على مجتمعها وعلى أمنها وعلى دمها وعرضها وأموالها. كذلك عدم وجود التفرقة والتفرقة الدينية أو التفرقة الحزبية أو المذهبية، لأنها تحتاج الدولة إلى الوقوف التعاون والتوافق بين أبناء الوطن الواحد. ولا بأس في أن نختلف في طرق العمل ووسائل البناء، إلا أن الهدف يبقى واحداً هو الصالح العام. ومن المسؤوليات الجماعية مسؤولية الامتثال والطاعة لأنظمة الدولة وقوانينها التي هدفها تنظيم المجتمع ورفعته وسموه، وأن تطبق هذه القوانين على أفراد المجتمع جميعاً. وهذا ليس غريبا علينا نحن المسلمين، فالتزام المسلمين الأوائل وشعورهم بالمسؤولية هو الذي أدى إلى بناء حضارة عريقة وما زالت مآثرها إلى اليوم. ومن المسؤوليات الجماعية مسؤولية الحفاظ على النفس وحفظ النسل وحفظ المال العام، أي أن المجتمع لا يقف فقط في هذه الأشياء، إنما في حفظ القوانين والمسير فيما تأمر به الدولة وفيما يكون هدف وتنظيم المجتمع ورفعته وسموه. من المسؤوليات كذلك التي يقع جانب مهم منها على عاتق طلبتنا الأعزاء، احنا أخذنا المسؤولية الجماعية والمسؤولية الفردية، الآن المسؤولية التي تخص الطالب هي حفظ المال العام، إذ يجب على الطلاب المحافظة على أثاث المدرسة عامة والصف خاصة وموجودات الساحة والأبنية والاهتمام بالكتاب وما فيه من معلومات كثيرة. وفضلاً على ذلك على الطالب مسؤولية احترام الأنظمة المدرسية والإدارة والتدريسيين، ثم تتوسع هذه المسؤولية لتشمل حفظ المرافق العامة كالمتنزهات والملاعب وغيرها، أي أن الطالب مسؤول عن مدرسته وعن كتبه وعن صفه وكذلك عن أثاث المدرسة، ومسؤولية احترام الأنظمة المدرسية والإدارة والتدريسيين، وكذلك لنا حق مسؤولية الاهتمام والمحافظة على المرافق العامة أي الأماكن العامة كالمتنزهات والملاعب وغيرها. إذن من كل ما سبق نفهم أن المسؤولية تتطلب منا أن نتحمل بإخلاص مسؤوليتنا، وأن نأخذ جميعا مواقعنا ونؤدي دورنا الفاعل في بناء الوطن وحمايته من المخاطر والسعي إلى الارتقاء به في جميع المجالات، واجتناب ما يفرق صفوفنا ويثبط هممنا ويعيق مسيرتنا، فهذه مسؤولية الجميع. ثم أن المسؤولية ليست شعارا يرفع، هنا هذا نرجع للمقطع اللي قبله سبق أن نفهم، هذا المقطع مهم جدا وتبني على شكل نقاط. طلب منا أولا أن نتحمل بإخلاص مسؤوليتنا، اثنين نأخذ جميعا مواقعنا، ثالثا نؤدي دورنا الفاعل في بناء الوطن وحمايته من المخاطر والسعي للارتقاء به في جميع المجالات، رابعا
اجتناب ما يفرق صفوفنا ويثبط همامنا ويعيق مسيرتنا، فهذه مسؤولية الجميع. ثم أن المسؤولية ليست شعارا يرفع، أي ليس فقط كلام أنني مسؤول عن كذا أو كذا، إنما هي حالة تعيشها الشعوب والأمم الناهضة والمتقدمة، وهذا ما يجب أن نجسده في حياتنا، وأن نعيش هذه الحالة باستمرار على المستوى الفردي والاجتماعي، ثم نعمل بها متعاونين متكاتفين، يشد بعضنا إزر بعض في جو ملأه التفاهم والروح الأخوية المؤطرة بالإيثار والتضحية والبذل والهمم القوية. فالعمل الجماعي والشعور بالمسؤولية ضرورة لا بد منها ما دامت الحياة الفردية الانعزالية غير ممكنة. أي هنا ما نقدر نعيش أو ما يقدر يعيش الإنسان مفرد ويتحمل مسؤوليته مفردا، إلا إذا كان في مجتمع اجتماعي ملأه الود والاحترام والتفاهم، يكون إطاره الإيثار والتضحية والبذل والهمم القوية، يكون إطاره الاحترام القوانين والأنظمة للدولة، يكون كل هذا تحت شعار بناء وطن موحد بعيد عن الطائفية والتفرقة وعن تفرقة بين إنسان وآخر سواء كان غني أو فقير. فالعمل الجماعي والشعور بالمسؤولية ضرورة لا بد منها ما دامت الحياة الفردية الانعزالية غير ممكنة، والله تعالى سينظر بعين الرحمة إلى عباده المتعاونين المتآخين الذين يتحملون المسؤولية ويقدرونها يسعون من أجلها. وعلينا أن نعلم أن بناء الوطن وازدهاره والنهوض به لن يتحقق إلا عندما يتحمل المسؤولية أبناء الوطن جميعا ويؤدونها بأمانة وإخلاص. أي هذه المسؤولية لن تتحقق إلا عندما يتحمل المسؤولية أبناء الوطن جميعا ويؤدونها بأمانة وإخلاص. أتممنا الموضوع، عرفنا أنه مسؤولية تكون قسمان، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية، ودلالة على قوله تعالى وحديث النبي وقول الإمام علي، وكذلك الأنظمة والقوانين وأنواع المسؤوليات. الآن سوف نأتي إلى حل المناقشة بإذن الله، والأسئلة مهمة وحفظ الموضوع حفظا تاما. الأسئلة الوزاري كثيرة عليه بمثل ما لخصت بالموضوع. على ماذا يدل، سؤال أول، على ماذا يدل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ احنا قلنا بداية الموضوع إذا إجانا سؤال لقوله تعالى ما نوع المسؤولية في هذه الآية، أو ماذا دل قوله تعالى على نوع المسؤولية في هذه الآية، فسوف أقول له مسؤولية فردية، أي أن كل نفس أو إنسان له مسؤول عن عمله وعن أخلاقه وعن كلامه. ما أنواع المسؤولية؟ قسمناها قسمين، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. إذا أريد نجي نقول التعريف، أن المسؤولية الفردية أن فردا واحدا هو المسؤول عن نفسه وعما يصدر منها من أفعال وأقوال، وكذلك يكون مسؤولا عما تقوم به جوارحه، وقلنا الجوارح يقصد بها البصر والأذن وكذلك اللسان واليد والقدم، وتعد المسؤولية الفردية هي الأصل في الإسلام. أما المسؤولية الجماعية فهي منبثقة عن المشاعر والأحاسيس المجتمعية، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحساس جمعي يتفق عليه المسلمون جميعا، أو نقول هي تلك التي يقوم بها مختلف أفراد المجتمع دون استثناء، كل في نطاق عمله وتخصصه وأماكن وجوده. ثالثا، متى يبنى الوطن ويزدهر؟ يبنى الوطن ويزدهر هنا، وعلينا أن نعلم بناء الوطن وازدهاره والنهوض به لن يتحقق إلا عندما يتحمل المسؤولية أبناء الوطن جميعا ويؤدونها بأمانة وإخلاص. السؤال الثالث، لن يتحقق ازدهار الوطن والنهوض به إلا عندما يتحمل المسؤولية أبناء الوطن جميعا ويؤدونها بأمانة وإخلاص. السؤال الرابع، ما مقومات العمل الجماعي الناجح؟ طبعا احنا ذكرنا انواع المسؤوليات وشلون نحافظ، لكن جواب هذا السؤال هنا ليتكم سويتكم على شكل نقاط. المسؤولية تتطلب منا ان نتحمل باخلاص مسؤوليتنا وان ناخذ جميعا مواقعنا
ونؤدي دورنا الفاعل في بناء الوطن وحمايته من المخاطر والسعي إلى الارتقاء به في جميع المجالات واجتناب ما يفرق صفوفنا ويثبط هممنا ويعيق مسيرتنا، فهذه مسؤولية الجميع. خامسا، منع الضرر مسؤولية جماعية، أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف شبه فيه الناس كمن يبحر في سفينة. ابحث عن الحديث وبين معناه. كتبت لكم الحديث شريف بورقة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاه وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن فرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أي هنا يقصد رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن إذا لم نأخذ على يد الفاسد أو الظالم فسوف يؤذي الجميع، وإذا حوسب هذا الظالم أو الفاسد سوف ينجو وينجي معهم الجميع. سؤال السادس، لماذا يعد العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية ضرورة لا بد منها؟ هذا جوابه. المسؤولية ضرورة لا بد منها ما دامت الحياة الفردية الانعزالية غير ممكنة. ليقصد لماذا يعد العمل الجماعي ضرورة؟ احنا قلنا العمل الجماعي مهم إن بالحياة. لماذا؟ لأنه الفرد لا يقدر المعيشة الفردية أو الانعزالية إلا إذا كان في مجتمع يسوده الحب والود والتفاهم والتآلف ونبذ التفرقة والطائفية فيما بينهم. أتممنا موضوعنا المسؤولية إن شاء الله، والأسئلة المهمة لخصتها حديث النبوي الشريف بينته، وإن شاء الله نلتقي بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.